السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. أما بعد، أود هنا في هذا اللقاء القصير والبسيط أن أتحدث عن مسجد جامع سلطان عبد الصمد. ما دفعني إلى التحدث عن هذا المسجد أن لهذا المسجد خصوصية خاصة في كوالالمبور. في نهاية القرن الماضي ما أن يذكر مسجد جامع سلطان عبد الصمد حتى يتبادر إلى الذهن مدينة كوالالمبور العاصمة الماليزية، وما أن تذكر مدينة كوالالمبور حتى يذكر هذا المسجد، فقد كان معلما رئيسيا من معالمها قبل بناء البرج التوأم، برج بتروناس. هذا المسجد يتمتع بخصوصية خاصة، فهو أقدم مسجد في المدينة، بني في بداية القرن العشرين، وكذلك يتمتع بخاصية أخرى وهو طراز البناء. ويحتل هذا الموقع، هذا المسجد، موقعا مهما في مدينة كوالالمبور عند التقاء نهري كومبا ونهر جالانغ. في هذه المساحة التي هي على شكل مثلث أقيم المسجد على هذه الأرض، حيث تتوفر كمية كبيرة من المياه لأن المصلين يحتاجون إلى كمية كبيرة من المياه للوضوء. فهذا الموقع المناسب دفع المهندس البريطاني أنطوان هابيك لبناء هذا المسجد في هذا الموقع. هذا المسجد الداخل إليه من بوابته العريضة الحديدية يصادفه صحن المسجد، وهذا الصحن وصحن المسجد يحيط بالبناء الرئيسي للمسجد، وهو أشبه بحديقة تزينه الأشجار من في كل أنحائه وأطرافه. فهذا الصحن يحيط بناء المسجد من كل أطرافه، كما يحيط الأسوار بالمعصم. رصفت أرضية هذا الصحن بالآجر الأحمر وبالرخام الأبيض، كما أن هذه الأشجار تزينه أيضا ثلاث مظلات تقي المصلين من حر الشمس ومن غزارة الأمطار. كذلك يوجد في صحن المسجد هذا ثلاث بحرات رخامية، الكبيرة منها عند التقاء النهرين المذكورين، وهي مزودة بنوافير جميلة وبإضاءة ملونة، والبحرتان الأخريتان الأولى عند مدخل القاعة الرئيسية للمسجد، وهي رخامية مزخرفة في وسطها نافورة صغيرة، وبحرة أخرى تقابلها في الطرف القبلي من المسجد، وهي مزخرفة أيضا بنفس طريقة زخرفة البحر الأولى. وهاتان البحرتان تضفيان منظرا جميلا على مدخل هذا المسجد، وأما البحر الكبيرة فإنها تعطي منظرا أخازا لمن ينظر إلى المسجد من خارج المسجد. لقد تكلمنا الآن عن صحن المسجد، ولندخل الآن إلى بناء المسجد. في الحقيقة ينقسم بناء المسجد إلى قسمين. القسم الأول والأقدم بني في بداية القرن العشرين، وبني بعد ذلك في الثمانينيات من القرن العشرين بناءان ملحقان بالمسجد في القاعة الرئيسية للصلاة. على يمين الداخل توجد أبنية للخدمات
كبناء الإدارة وبناء الوضوء للرجال وغرفة الوضوء للنساء إلى آخره، كأي مسجد آخر. المبنى الرئيسي للمسجد يمكن الوصول إليه عبر درج صغير ببضع درجات، فهو أعلى من صحن المسجد. والداخل إلى المسجد يدخل عبر رواق مغطى مسقوف، يحمل هذا السقف أعمدة أسطوانية ترتكز على قاعدة مربعة، وكذلك في أعلاها يوجد تيجان صغيرة مزخرفة بزخرفة بسيطة تحمل فناء المسجد، تحمل سقف المسجد. على يمين الداخل إلى القاعة الرئيسية للمسجد يوجد حجر الأساس لبناء هذا المسجد، وقد سجل عليه اسم السلطان الحاكم في ذلك الوقت، وكذلك اسم المهندس البريطاني الذي تولى إعداد تصميم هذا المسجد. هذا المهندس البريطاني أتى من الهند، ولذلك نرى بشكل واضح وبين أثر الطراز المغولي في بناء هذا المسجد، وهذا ما يعطي هذا المسجد أهمية خاصة وخصوصية خاصة، لأن بقية المساجد في العاصمة الماليزية هي مساجد حديثة ذات طرز حديثة، أما هذا المسجد فإن الطراز المغولي ظاهر واضح بين فيه. إذا دخلنا إلى القاعة الرئيسية إلى المسجد التي تتسع إلى حوالي 500 مصلي، في وسط القاعة يعلو وسط القاعة قبة تذكر قبة عالية تذكرنا بقباب مسجد تاج محل، إلى جانبيها قبتان أصغر من هذه القبة الرئيسية لنفس الطراز مزخرفة في أعلاها بسهم كما قلت يذكرنا بالطراز المغولي. مقابل المدخل الرئيسي لقاعة الصلاة الرئيسية في المسجد يوجد المحراب، ووظيفة المحراب مهمة لأن هذا المحراب يشير إلى جهة الكعبة، إلى جهة مكة المكرمة، لأن على المصلين أن يتجهوا في صلاتهم إلى هذه القبلة. وإلى جانب المحراب يوجد منبر خشبي مزخرف بشكل يتناسب مع زخرفة القاعة الرئيسية. القاعة الرئيسية مزخرفة بزخرفات هندسية، لأن المهندس البريطاني يجهل تماما الحرف العربي الذي يستخدم في زخرفة معظم المساجد في العالم الإسلامي، فقد استخدم المهندس البريطاني أنطوان هابك الخط المستقيم المتقاطع في زخرفة المسجد، وهذا واضح تماما في أبواب القاعة الرئيسية وفي نوافذ المحيطة بالأطراف الأربعة للقاعة الرئيسية للصلاة، حيث نجد الخط المستقيم المتقاطع الذي يعطينا في وسط النافذة وفي وسط الباب أشكالا نجمية جميلة. وأما الأعمدة فهي أعمدة مضلعة تستند على قاعدة كبيرة، وكذلك يعلوها تيجان تحمل القباب الثلاثة. في داخل هذا المسجد نلاحظ أن البلاط المستخدم منذ ذلك الفترة هو بلاط مزخرف أيضا بالخطوط المستقيمة. هذا من ناحية القاعة الرئيسية للصلاة. طبعا
على يمين هذه القاعة الرئيسية يوجد رواق، وهذا الرواق أيضا يتخلله أعمدة أسطوانية تحمل السقف. وعلى يسار القاعة الرئيسية للصلاة يوجد المبنى الزجاجي، وهذا المبنى هو مبنى حديث بالمقارنة مع المبنى الأصلي للمسجد، وتستخدم هذه القاعة في الاحتفالات وفي استقبال الضيوف الكبار الزوار، كما تستخدم في تعليم القرآن وفي إقامة دورات خاصة للمعوقين. لنتكلم الآن عن مئذنة المسجد. في هذا المسجد له مئذنتان مضلعتان على شكل مسمى، شرفاتها مفتوحة، كان المؤذن يصعد إليها ليدعو الناس إلى الصلاة. وتعلو هذه الشرفة كرة بيضاوية تذكرنا بالطراز المغولي. هذا بالنسبة للمساجد للمئذنة. أما الأقواس فهي أقواس متعددة متراصة من أجل حمل السقف ومن سقف المسجد، ومن أجل إعطائه طابعا زخرفيا. كذلك هذه الأقواس تذكرنا بأقواس المساجد المغولية. هذه فكرة بسيطة عن المسجد، أرجو أن أكون قد وفقت إلى وصف هذا المسجد لأن له خصوصية خاصة.